لم يجد القائمون على ديوان الوقف السني في ديالى خيارا غير القضاء بهدف استعادة ما وصفوه بأملاك استولى عليها الوقف الشيعي منذ سنوات، أبرزها مقبرة الشريف وأكثر من 100 دار سكنية وأراض زراعية ومساجد في بعقوبة ومدينة ألعاب في حي التحرير و30 ألف دونم زراعي في الخالص، ومع أنهم وحسب قولهم واثقون من أحقيتهم في هذه الأملاك التي حسم القضاء أكثر من نصفها لصالح الوقف السني، إلا أن القائمين على الوقف طالبون بعدم إظهار ملامحهم لأن ذلك يشكل مصدر خطر كبير. قسم من أداء الوقف الشيعي يعني وضع اليد عليها، قسم منها تم تحويلها يعني في التسجيل العقاري، أبرز هذه العقارات الموجودة عندنا حاليا مقبرة الشريف والدور الموجودة هناك، أيضا عندنا الأراضي الزراعية في الخالص منطقة العظيم بحدود 30 ألف دونم، عندنا خلف المعهد الفني أيضا عشرات الدوانم، عندنا أيضا بعض المناطق الساحات وغيرها وغيرها. هناك عقارات وأملاك مقابر مساجد كثيرة جدا، الوقف الشيعي وضع يعني يده عليها أو استحوذ عليها بعد الاحتلال. عرضت على القضاء إلى الآن 42 قضية، تم حسم منها 27 قضية والحمد لله رب العالمين، وهذا دليل على حقيقة العدالة ونزاهة القضاء. وللوقف الشيعي رأي مخالف تماما، فأملاكه المسلوبة لا تقدر بثمن، ومن قام بالاستيلاء عليها هو من أطلق هذه الاتهامات، الوقف السني الذي يشغل بناية مسلوبة ويستولي على عمارات وعقارات كثيرة استعاد منها القضاء 15 عقار. العديد من الأملاك الباقية لحد الآن هي تحت إدارتهم وعدم إعطاء حق الوقف الشيعي، أبرزها المديرية التي يستغلونها كدائرة لهم، مدرسة مجاورة للمديرية، عمارة مؤمنة، عمارة شابندر، عمارة الآسيا سيل، أملاك عديدة لا تقدر يعني بثمن. عديد من القضايا التي قاموها الوقف السني ضدنا، ضد الوقف الشيعي، يعني ما يقارب العشرات، أكثر من 15 قضية حسمها القضاء لصالحنا. الأملاك التي يستغلونها جميعها تستغل من قبلهم، تستغل كاستئجار واستثمار بكامل المساحة، وعدم الاعتراف بحق الوقف الشيعي. الاتهامات المتبادلة بين الوقفين لا تؤدي إلا لإشعال فتيل الفتنة التي أخمد نارها قبل سنوات عقلاء المحافظة وأخيارها، ولا سبيل للحل وحسب مراقبين إلا بوزارة للأوقاف. إذا كانت جباية الأموال في كلا الحالين ستذهب إلى خزينة الدولة، لماذا هذا الحرص والاستقتال من قبل الطرفين على حيازة أكبر عدد ممكن من العقارات؟ طبعا هذا سؤال مهم وعليه أكثر من علامة استفهام. لذلك نحن كمواطنين أو أنا كمواطن نطالب أن يتم دمج الوقفين السني والشيعي وإعادة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، شرط أن تكون بإدارة شخصية علمانية بحتة. من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، عادل عنبقي، الحرة.